السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية. درسنا اليوم بعنوان الإنسان والهواء. في البداية كده، الهواء عبارة عن درع يحصن الأرض من أخطار أشعة الشمس ويحمي الأرض من برودة الفضاء الخارجي، كما أنه يحفظ للأرض الدفء الذي تنشره الشمس. يبقى لو سألتك قلت لك كده ما أهمية الهواء، أول حاجة هنقول مع بعض إيه؟ درع يحصن الأرض من أخطار أشعة الشمس ويحمي الأرض من برودة الفضاء الخارجي، كما أنه يحفظ للأرض الدفء الذي تنشره الشمس. تعالى مع بعض كده نشوف مع بعض السؤال المتفوقين. السؤال بيقول لي اذكر فوائد الهواء، فكر كده وانا مستنيه اجاباتكم في التعليقات على الفيديو. طيب يا ترى الهواء مكون من ايه؟ الهواء مكون من الاكسجين اللازم لتنفس الكائنات الحيه، والنيتروجين، وثاني اكسيد الكربون. يبقى ما مكونات الهواء؟ الاكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد الكربون. طيب لو جاي سؤال وقال لي علل لا يتبدد الهواء في الفضاء الخارجي، ليه لا يتبدد الهواء في الفضاء الخارجي؟ بيقول لي بسبب قوة الجاذبية، مما يجعل الهواء ملتصق بالأرض. طبعا كلنا عارفين ان في كوكب الأرض جاذبية، طبعا الجاذبية دي بتجعل الهواء دائما ملتصق بالأرض، فلذلك لا يتبدد الهواء في الفضاء الخارجي. هنتكلم عن استخدام الهواء. ممكن نستخدمه في ايه؟ قالك يستخدم الهواء حيث انه ينقل حبوب اللقاح بين النباتات ويدير آلات توليد الكهرباء، كمان يجري المراكب الشراعية الضخمة التي تشبه الجبال على سطح الارض بفعل الهواء، يحمل الطائرات الحربية لحماية البلاد، يحمل الطائرات التي تنقل البضائع والمسافرين، يبعث الطير تغرد على كل غصن. طيب تعالى كده نقولها تاني مع بعض. يبقى من استخدامات الهواء ينقل حبوب اللقاح بين النباتات، يدير آلات توليد الكهرباء، يحمل الطائرات الحربية لحماية البلاد، وتجري المراكب الضخمة التي تشبه الجبال على سطح الأرض بفعل الهواء، ويحمل الطائرات التي تنقل البضائع والمسافرين، ويبعث الطير تغرد على كل غصن. تعالى مع بعض كده نشوف سؤال المتفوقين. اذكر استخدامات الهواء، فكر كده في إجابة السؤال وانا مستنيه اجاباتكم في التعليقات على الفيديو. طيب تعالوا بنا نستمع الى هذه الايات. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. طيب تعالوا كده نفهم مع بعض هذه الآيات. بيقول إيه؟ قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني عندنا خزائنه يعني قادرون على إيجاده والإنعام به. وما ننزله إلا بقدر معلوم. طيب ننزله يعني نوجده أو نعطيه، بقدر يعني بمقدار، ومعلوم يعني معين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وينزل كل شيء بمقدار مناسب ومقدار معلوم. طيب بعد كده إيه؟ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. يعني إيه كلمة لواقح؟ لواقح يعني حوامل للسحاب وناقلة حبوب اللقاح للأشجار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرياح لكي تحمل وتنقل حبوب اللقاح للإيه؟ للأشجار. كما أنه ينزل من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بينزل إلينا الماء من السماء لكي يسقينا ويسقي جميع الكائنات الحية، وما أنتم له بخازنين يعني أنتم لا تستطيعون فعل ذلك، الله وحده هو الذي يقدر على فعل ذلك. طيب بيبقى لو جاء لي ما النعمة التي تذكرها الآية وما علاقتها بالهواء؟
طبعا النعمة التي تذكرها الآية زي ما قلنا نعمة الرياح، حيث أنها تحمل حبوب اللقاح التي تلقح النبات فيثمر. كما أيضا الرياح تحرك هذه الحبوب من مكان إلى مكان، فينزل عليها المطر وتنبت النباتات. تعالى لأن نستمع إلى قوله تعالى من كتابه الكريم: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن آياته الجواري في البحر، الجواري في البحر هي السفن الجارية. طيب كالأعلام يعني إيه كالأعلام؟ يعني كأنها كالجبال العالية. طيب إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد. طيب كمان أنا عندي كلمة رواكد، رواكد يعني ثوابت. طيب وكلمة آية معناها علامة. طب يعني هنا في الآيات إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل الهواء أو الرياح تبتدي أنها تحرك الجواري أو السفن الضخمة التي تشبه الجبال في البحار. كمان لو أراد الله عز وجل أن يسكن هذا الهواء أو يسكن هذه الرياح لأسكنها ولجعلها ثابتة، ولكن هذا من علامات قدرة الله عز وجل ومن نعم الله على الإنسان، فجعلها متحركة ليستفيد الإنسان منها. طيب يجب علينا شكر الله على نعمة الهواء. طيب إزاي؟ كيف نشكر الله على نعمة الهواء؟ أن نحسن استخدام نعمة الهواء، ونواصل دائما البحث العلمي، ولا نلوثه بغبار المصانع وعوادم السيارات. يبقى لو جاء لي كيف تشكر الله على نعمة الهواء، أقول له أن نحسن استخدام نعمة الهواء، ونواصل دائما البحث العلمي مما يجعلنا نستفيد أكثر من الهواء، ولا نلوث هذا الهواء بغبار المصانع وعوادم السيارات. طيب تعالى كده نشوف مع بعض سؤال متفوقين. السؤال بتاعي بيقول ايه؟ كيف يشكر الانسان ربه على نعمة الهواء؟ فكر كده في الاجابة وانا مستنية اجاباتكم في التعليقات على الفيديو. طيب تعالوا بنا نستمع الى قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. تعالى دلوقتي نبتدي نعرف أهم المعاني. فتصير سحابا، كلمة فتصير سحابا أي تحركه وتنشره. طيب عندي كمان فيبسطه في السماء كما يشاء ويجعله كسفا، كلمة كسفا أي قطعة متفرقة، ده كده السحاب. فترى الودق، ترى الودق، الودق اللي هو المطر. يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. طيب نرجع تاني نكمل عن الرياح والهواء وعن أهميتها. فالله سبحانه وتعالى يرسل الرياح لتبتدي أنها تحرك السحاب المنتشر في السماء، وبعد كده يبتدي يكون متفرقا، ثم يتحول هذا السحاب إلى مطر، والمطر ده يصيب الأرض، ويبتدي ان هي يعني بعد ما يصيب الأرض يخرج النبات، ويبتدي الناس تستبشر بوجود هذه السحب وهذه الرياح، لأن هذا يعد خير كثير لهم. دي كده أهم المعاني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. طيب الصبا هي ريح طيبة، والدبور هي ريح مهلكة. طيب تعالوا نشوف ما أهم ما يرشد إليه هذا الحديث. ما يرشد إليه هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله والمؤمنين في غزوة الأحزاب، حيث أرسل على الكفار ريحا شديدة اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأصابتهم بالرعب ففروا هاربين. يبقى حدد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوعين من الرياح، وضحهما: رياح الصبا لنصرة المؤمنين، ورياح الدبور
بث الرعب في نفوس الكافرين. طيب معنى كده ان في غزوة الاحزاب نصر الله المؤمنين بالرياح، حيث انه ارسل على الاحزاب ريحا شديدة. هذه الريح اقتلعت خيامهم واطفأت نيرانهم، وهذه الريح أصابتهم بالرعب ففروا هاربين، أي أن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين بالرياح وأرسل هذه الريح لتكون سبب لفزع وهلاك الكافرين وفرارهم من أمام المؤمنين. تعالى دلوقتي نستمع إلى آيات الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. في الآية هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر المؤمنين بنعمته عليهم عندما جاءهم الجنود فأرسل الله عليهم الريح وجنودا من عنده لم يروها المؤمنين، ولكن الله أراد نصرة المؤمنين على الكافرين. تعالى مع بعض كده نشوف سؤال المتفوقين. كيف نصر الله المؤمنين في غزوة الأحزاب؟ فكر كده في إجابة السؤال وأنا مستنية إجاباتكم في التعليقات على وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم، إلى أن نلقاكم في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.